الانتشار ديال التحكيم فاتت واحد الوقت كافي. وبالحقيقه افتخر انني انتسب لهذا المحامي في الكنيسة. وجدت لجنه التحكيم صعوبات كبيره الانتقاء او في التقابل. زميلاتي وزملائي المتمرنين مفخرت هيئة المحامين للكلاس، وجدنا صعوبات كبيرة، فلجنة التحكيم والمتكونة من فضيلة السيد رئيس المحكمة الابتدائية والأستاذ مصطفى كردو قاضي الأحداث والقيدوم الأستاذ أديب كابوس، بالإضافة إلى عبد بيه والسيدة مديرة الندوة. بعد الاختلاف المداولة قررت اللجنة اعتبار مراقب 14 حتى الأربعة ما كاينش شي فرق تقريبا ما بين هاد الزملاء، فهنيئا لنا بهذه المحامية في هذا المستوى الظاهر الذي أظهرنا أبناء وبنات هيئة المحامين للناس. فأدعو إله الزياني تفضل أبو حميمي الزياني أبو العلا و كما أسلفت فهنيئا لزميلاتي وزملائي المحامين المتمرنين، وأحيل الكلمة للأستاذ فؤاد في توزيعها. شكرا سيدنا الإنجاز غير مسبوق خاصة فيما يتعلق بطبيعة وكاليتي ديال المرافعات. إذا بالنسبة للتوزيع كنطلب من السيد من الأستاذ مصطفى أكنيكو، السيد قاضي أكنيكو، السيد قاضي أحداث المحكمة الابتدائية، تفضل يا سيدي. بالنسبة للسياسي المرافعي سيد قاضية تطبيق العقوبات وتسلم للأستاذ جلالي أبو العلا. نادي نادي السادة خديجة بن دريس مديرة ندوة التمرين. نادي الأستاذ
نادين كابوس. نادي على الأستاذ محمد عراض ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون يسلم الأستاذ عمر وقاص. الأستاذ عبد العزيز دبلوم عميد الشرطة رئيس فرقة الداز يسلم للأستاذة سميحة العياشي. زيد أستاذنا ينادي الأستاذة جمعاء غيوان مساعدة اجتماعية قضائية بمحكمة الاستئناف. أنادي على الأستاذ محمد خراز مسؤول إقليمي لحماية الطفولة التابع لوزارة الشباب. زيد لنا أستاذ أستاذ زيدوا لنا الأستاذ أستاذ نجوى. أستاذ هشام بالطال رئيس مشاريع بمؤسسة محمد السادس ويسلم للأستاذ عبد الإله جباري. فيما يخص المرتبة الثالثة لزميلتنا نصيرة رواقي. عن منظمة يونيسف ليسلمها الأستاذ معاذ بن يدي. الأستاذ عبد الغني الشاب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس يسلمه الأولى للأستاذ رفاعة ملال. I'm gonna
التركيز الأكبر كان هو لجنة التكريم اليوم. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دعمت مؤسسة محمد السادس لعدد إدماج السجناء على التقدم بعقول شكر وعرفان للهيئات التي دعمت هذه المباراة، خاصة برنامج وطني لعدالة الأطفال من منظور هيئة الدفاع والمسابقة الوطنية. تتقدم المؤسسة بتذكار لفائدة السيد نقيب نيابة عن كل السادة المحامين المحامو ومحاميات هيئة مكناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نور الكدر ما وقوس فمولي. أنا صرف. الحمد لله كانت في حضوركم ناجحة كذلك بامتياز. فهيئة المحامين دأبت في إطار سلسلة الندوات، كذلك أنها كما قال سي فؤاد من لا يشكر الله لا يشكر الناس. فهيئة المحامين بكناس تتقدم بتذكار العرفان والشكر لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج للسيد المنسق العام الأستاذ جمال الإدريسي رئيس الغرفة المحكمة في النقد، ويقدمها هذه الهدية لعضو المجلس الأستاذ عز العامر، فليتقدم مشكورا. كان دائما ملحا على عقد هذا النشاط العلمي المتميز، هو الذي قاف حتى انه انعقد يوم 9/10 من الشهر وبغى يرميه من الشهر وبغى يرميه. حنا كنقولوا هذا الاسبوع الاسبوع الجاي كنا كنقولوا حنا السباقين، ولكن انا ادعو الاستاذ عضو المجلس الاستاذ ياسين يوكناش الأستاذ الجليل الأستاذ فؤاد سعيد. كانت جدا جبارة جدا في عدة اجتماعات في مقر الهيئة،
وهذه اللي اشهد عليها مع الجهود التي قامت بها لإيجاح النشاط. عمر تنجي الصالح سابقا الاستاذه العزيزه وكذلك الاستاذ اوكارتون قاضي الاحداث كنشكرو.